وبعتذر سابقا، هذه تاني مره بتصير، بس ما انا عم بفتح من هناك على الكمبيوتر هون على اللابتوب، عم ضيع وقت، عم بفتح الحلقه الغلط ومشيها. طيب الصوت عم بيكون الشباب ظابط. شكرا حبيبي ريو، كان دخلنا شوية قبل ما نبلش، مع ان هن الكفار بيكونوا ضد التدخين، بس ما عليك. طيب لا شو اليوم حضور كثيف، هلك بكون شاريين مشاهدات. طيب. أنا اليوم كنت بالنادي، ما مش منتبه شو صار على اليوتيوب، ما بعرف، بس لا يعني ما فيني أعمل، أنا خليني أعمل أدت للحلقة، نحط الاسم المضبوط مثلا. عيري بالريستريم يا زلمة، كس اختر الريستريم بعيري، هو يمكن أنا عم بتغلبط لأنه على اللابتوب غير الكمبيوتر، بس هذه تاني مرة بتصير معي. هلق منفوت منغير الاسم، نحط البوست. حتى اليوتيوب عم بيخرف عنا، في حلقة لغاها اليوتيوب وما بعتنا ايميل، عملوا لنا، نحن لغيناها، بس نحن ما لغينا حلقات، نحن دائما نعملهم برايفت ما نلغيهم. فبعرفش اليوتيوب شو صاير فيها الفترة، هيدي سوزن وجوسكي اللي كان حضرها اللي تسقط سوزن، لأن اليوتيوب عم بيخرف الفترة، يعني غير الستريم اليوتيوب كمان هوني تسقط سوزن، تسقط سوزن وجوسكي. هي إبليسة اليوتيوب. طيب والله ضربينا عين يا زلمه، ضربينا عين، بعمل الحلقه بتطلع بحال تاني. ضربينا عين الجماعه، معلش ليش، مع انه انا عيني يعني بتضرب احسن، حطينا كم واحد بالمستشفى يعني، بس دعاء 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 عليه، نعمل سحر اسود نحن طعنا. غير البوستر، انا البوستر يمكن عندي شيء على الكمبيوتر، خلاص بلا البوستر. طيب شوفوا لي تغير الاسم على اليوتيوب، والحلقه اللي عملنا سكجول خليني اخفيها. صراحة هذا الستريم في كتير مشاكل، ما بعرف يعني الستريم يارد في اشي اقل منه، بس الستريم يارد ثابت اكتر، هو الستريم ما فيه خزعبلات وهيك. طيب خلينا نشوف الشات. هذا سوزن، هذا عين سوزن، طاقتني عين سوزن، مش بعمل الحلقة بتنعمل محل تاني. طيب كفينا جروح ومقاسم أليمي. طيب خلينا نبلش. كمان بالريستريم فينيش اعرض البرزنتيشن مع صورتي، لان بتصير صورتي لايك قديش صغيره، وبكل التعديلات وكل هذا ببين انا قد الفصعون يعني، فلهيك يعني راح اعمل انه مثل ما عملت قبل، بنتقل يعني بين البرزنتيشن وبين الفيديو يعني طبعا. ناخذ تعليقات كمان نحن ماشيين بالسلايدز. طيب فكما ذكرت يعني سنحكي في فلسفة الكاثار، وهم فرقة أبيدت من الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة روما، من سنة ال 2000 لل 2400 أبيدوا تماما يعني، وصار فيهم محاكم تفتيش وحرق. لكن أنا ما راح أركز كثير على جانب الاضطهاد، راح أركز أكثر على الأشياء اللي ما بتتركز لما ينحكى عنهم على الإنترنت، عن الثيولوجيا تبعهم وأفكارهم المعقدة والجميلة. فسندخل في فلسفة الكاثار في المسيح وكنيسة الأشرار. هلأ أصولهم غير معروفة يعني، في نظريات عدة وهيك يعني، في ناس بيربطون بالمانوية وهي المانشيزم تبع النبي ماني، لأنه عندهم بيعتبروا أنه عندهم ثنائية الخير والشر، يعني بيعتبروا في قوة شريرة وقوة خيرة، أو إله خير وإله شرير. لكن هن نفسهم بيقولوا لا، الاله الشر منه اله، هو شيطان وملاك او شيء هيك، فهن
ضد هالثنائية بهالشكل يعني بين إلهين، يعني مش مثل ثنائية أهريمان وأهورا مازدا، أهورا مازدا، بس يعني عندهم هالثنائية الخير والشر موجودة عندهم ونحكي فيها أكثر. هلأ أقرب فرقة يعني أنا لقيتهم لإلهم هن يعني هن كانوا موجودين الكثار بلانجيدوك وهي جنوب فرنسا، وإذا بتعرفوا ناس بيسافروا على تولوز وهيك، وفي علاقات جيدة من تولوز ولبنان، في كتير اجوا من تولوز وضربوا بلبنان وما إلى هنالك، هناك بهذيك المنطقة وبشمال إيطاليا. هن ضاينوا بشمال إيطاليا لل 1400، أما بال 1200 تقريبا محول من جنوب فرنسا. لكن إذا بتطلع أنت، خلينا ننقل على شاشتي بس نشرحها أكثر، إذا بتطلع أنت شو اسمه على الفرق القريبة إلهم اللي عندها أفكار متشابهة، أقرب شيء إلهم البوغومين، وهودي كانوا ببلغاريا وعندهم أفكار شبيهة، إنه بيعتبروا إنه خالق الكون هو الشيطان، لكن في اختلافات يعني، لكن اثنيناتهم هني والبوغاميل بيعتمدوا نص واحد هو العشاء السري أو يسمى في أسئلة يوحنا، وهو مش عشاء المسيح مع تلامذه، لا هني بيحكوا عن عشاء صار في الجنة بين يوحنا والمسيح، وكان يوحنا مثل نايم بحضنه للمسيح وحاطط راسه على صدره وعم بيسأله أسئلة للمسيح. لكن حديث صار بالجنة وبيحكي إنه الشيطان هو من خلق العالم، وهلك منفوت بالتفاصيل ليش نزل الشيطان من الجنة، وبيعتبروا هني ما في جهنم، بيعتبروا نحن عالمنا اليوم نحن فيه هو جهنم فعلا، نحن عم نتعذب فيه والشيطان عم بيحاول يأسرنا فيه، وعندهم تنقل الروح من جسد لجسد. لكن انت لما يعملوا لك صلواتهم الخاصة هلا بنحكي فيها، هن عندهم يعني صلاة خاصة عند الدخول وقبل الممات، وطقس كمان آخر قبل الممات، لما يعملوا لك هالاشياء انت روحك ترتقي، فانت الناسوت يعني انت اللاهوت تبعك يخرج من الناسوت، فانت ككائن من طين خلقك الشيطان، لكن فيك روح ملاك هي روح الله، الشيطان بده اياك انت تستمر في هذا العالم ويعني تاخذ فيك الاهواء والثراء والثروات، ولا ترى انه هذا العالم المثالي والروح. ايه معاهم حق والله. عالم أباسي وجهنم نحن فيه، انا صراحه بوافقهم بالموضوع. طيب فخلينا نرجع على السلايد، وهلا كل نقطه ذكرتها رح فوت فيها اكثر يعني شباب، بس هيك يعني على السريع، فعندهم تشابه مع البوغامين ببلغاريا، وعندهم تشابه مع المصليين او المساليين هن ارمن، هودي كانوا بسوريا وارمينيا، وكان يعتقدوا انه كل انسان بيخلق وفي داخله شيطان، وهن انت هن بصلاتهم بيشيلوا الشيطان منك وانت ترى التالوت المسيحي. وفي فرقه ثانيه هن البلكانيون او البوليكنز، اللي هن كانوا عندهم يعني عندهم قرابه مع الكاثار، لكن افكار مختلفه. عند البوليكنز بيعتبروا انه الشيطان والمسيح اخوه، المسيح هو الخي الأكبر والشيطان هو الخي الأصغر، ومثل قصة قايين وهابيل اللي حكي عنها الصديق سام جونيور، نفس التأويلات لسقوط الشيطان. لكن كمان فرقة قريبة، وحتى كانوا يشتموا ويسموا هذه الفرق في بعضها، يعني كانوا البلكانيون يشتمون ويقال عنهم المساليين، والكاثار كانوا يشتمون ويقول عنهم البوغاميل، والبوغاميل كان يشتمون ويقول عنهم المانوية، يعني كلهم كانوا يشتمون. لكن كما ذكرت ما في علاقة مثبتة عن ارتباط بين المانوية أو الأفكار الفارسية وأفكارهم، في هناك يعني علاقة بين إنه بين الفرق النيو غنوصية أو الغنوصية مثل البوغاميل وغيرها، بين يعني في نصوص مشتركة وما إلى هنالك، وعلاقات يعني قرب جيولوجي، بس اما كيف عندهم هذه ثنائيه الخير والشر غير معروف. البعض يقول من بلاد فارس، والبعض الاخر يقول لا هي كانت موجوده في اديان وثنيه في بلغاريا عرفها البوغاميل، او اديان وثنيه حتى في فرنسا احتفظت فيها هذه الجبال، مع انه هذه الجبال كانت قريبه من الوسط الديني وهو روما يعني. طيب فما كانت ما راح فوت كثير بعبادتهم من الكنيسه، بس انه يعني الكنيسه ابادتهم إبادة كاملة،
كان في محاكم تفتيش، يعني هن كانوا خليني اشرحها ونرجع على صورتي. يعني هن الكفار معناتها الناس يعني البيور، يعني الناس اللي عندهم عذوبة الطاهرين. بس هن كان عندهم فرقتين بالكفار، كان اللي بيلبسوا مثلي هم الرجال الصالحين، او ويسمون انفسهم المسيحيين الصالحين. هؤلاء كانوا يعني فاتوا تحت الطقس واخذوا هلك مفقود، اخذوا يعني بشريعه الكفار. اما الباقيين كانوا يسموا السامعين، العامه هم السامعين، مثل تقسيم عند الدروز عند الدروز عندك العامه هم الجهال، وعندك المتدينين هم المستلمين دينهم او المشايخ. هني هيك. فكانت الكنيسه تبحث بشكل صعب جدا لتلاقي شيخ منهم او تلاقي رجل صالح، لانه الرجل الصالح كانوا يخبوه العامه بيناتهم، يخبوه عندهم بالبيوت، يعيش رجل الصالح بالكهوف او بالغابات. فكان وقلال جدا، يعني منطقه يكون فيها 10,000 كاثوليكي يكون فيها 300 كاثار، يمكن اثنين ثلاثه رجال صالحين. فتتعذب الكنيسه في ايجادهم. لكن يعني في احد المجازر اللي عملوها الكاثوليك، قال لهم وقت قائد الحمله للكاثوليك، قال لهم مش عم نعرف الفرق بين الكاثوليكي والكاثاري، لانه عامه الكاثار يتقون في الدين الكاثوليكي او في الطائفه الكاثوليكيه او في الطقوس المسيحيه اللي هن بيعتبروها طقوس فاسده، وهلك ندخل بالموضوع. فقالوا له مش عم نعرف، يعني مش عم نعرف اي كاثاري واي كاثوليكي. فقال لهم يعني رئيس الحمله God knows his people، يعني ذبحوهم كلهم، والله بالجنه بيفرق اي كاثوليكي واي كاثاري، يعني لهذه الدرجه من الاجرام. اما الصليب الاصفر، هذا الصليب الاصفر كان بعد يعني لما يعتقلوا حدا من العامه ويستجوبوه او يستجوبوه، كانوا يطرزوا له على ثيابه صليب اصفر انه هذه كاثاريه، فتعامل بطريقه مختلفه عن ما يعامل عليه الكاثوليك. يعني كان في هذه العنصريه اللي بعدين النازيين عملوها مع اليهود، وحطوا كمان نجمه داوود الصفراء عند اليهود. طيب، واكيد في حتى كمان في يعني تقرا في بعض النصوص فعلا يعني ابادي، يعني حتى العامه الكثار لما تجي محكمه التفتيش ويكمشوا رجال صالحين، اكيد يحطوا لهم خشب وبده يولعون الكاثوليك، فيصير العامه هنا يحطوا الخشاب احسن ما محكمه التفتيش تضطهدهم هن. فاما الكثار يكونوا قبل بوقت شو عاملين؟ متمرنين انه على الحرق وعلى العذاب والنار وهيك، انه الله بيشيل هذا العذاب. يعني هن فوتين حالهم بالفكر انه الكنيسه بتعتقلنا وتحرقنا وتعذبنا. فكان عندهم صمود هائل، يعني قريب من صمود بتلاقيه عند الصوفيه مثلا. طيب، يعني اكيد في حديث طويل بالاضطهاد، بس انا ما راح اركز على الموضوع، بدي اركز اكثر على الثيولوجيا في هذا البحث. هذا الصليب الاصفر اللي ذكرناه. هلا كتبهم كما ذكرت في العشاء السري او اسئله يوحنا هو الكتاب المشترك مع البوغاميل ببلغاريا. هيدا اهم كتاب، يعني هيدا كتاب بيقول لك نزول الشيطان وكيف خلق العالم الشيطان. يعني يتكلم الكتاب انه كان في خلق، يعني بس الشيطان هو قسم الى الفور اليمنتس، النار والارض والجو والمياه، وهو خلق البشر وحط فيهم روح الملائكه وهي من الله، لانه هو لما نزل الشيطان نزل معه ارواح من المتآمرين على الله. هو بهذا الكتاب الشيطان بيحاول يعمل عملية انقلاب على الله، بيكون هو أحد الملائكة. فالله بنزله مثل نزلة صوفيا بالغنوصية، تنزل صوفيا وبتخلق العالم المادي. فنفس الشيء الشيطان يسقط بهذا الكتاب اللي يعتبر نيو غنوصي، يعني غنوصي لكن بأفكار جديدة. ولما يصير الشيطان تحت بيخلق العالم الذي نحن عليه، وهذا العالم هو جهنم. وعندهم كتاب غنوصي بيعتمدوه لكن افكاره غنوصيه، هو رؤيه اشعياء خاصه بالقيامه والمجريات وغير هيك. هن عندهم كمان فكر خاص بالقيامه، انه القيامه قد وقعت، ورموز القيامه من تنانين ووحوشهم يعني المتمثلين في الكنيسه الكاثوليكيه والارثوذكسيه. وعندهم اهم كتاب فلسفي لفلسفتهم عن الخير والشر وغيرها، اسمه The Book of Two Principles، كتاب المبدأين. بس هذا كتاب ثيولوجي فلسفي يعني. وعندهم مخطوط خطير، وهو يعني البونيتش مانوسكريبت،
بهذا المخطوط في احد طقوسهم اللي هي انديورا، ما نحكي فيها هلا، هي هذا الطقس عند الممات بتعمله، وبعض المسيحيين بيقولوا عنه طقس الانتحار، هلا بنفوت بتفاصيل هذا. وحتى في هذا المانوسكريبت في مثلا هيك طقوس غريبه وشيء خاصه بالالكيمياء، بتلاقي صور اعشاب كثيره ومعلومات لحد اليوم لم تحل، يعني مشفره. وبناخذ اكيد لنعرفهم اكثر، بناخذ شو كتبوا عنه محاكم التفتيش. هلا في نظرتين في هذا الموضوع، في حالة بيقول لك طيب ما محاكم التفتيش بدها تكذب وتبالغ، في حالة تانية بيقول لك لا، محاكم التفتيش كانوا مثل المخابرات وكانوا كل شيء بيسجلوه بدقة. هلا ضاعت الطاسة عن محاكم التفتيش انه يستقبلوا كثاري يطلع مثل ملحد ينكر المسيح تماما، يستقبلوا مثلا مرة لا عندها افكار مختلفة عن الكثارية، يعني لكن شبيهة، تقول لهم مثلا الحياية والجرادين هودي من خلق الشيطان، اما الاشياء الخيرة بالعالم هي من خلق الله. يعني ضاعوا لانه العامي مثل عند الدروز والنصيرية، العامي ما بتعرف بالدين مثل الرجال الخيرين، فهذا ضيع المحاكم التفتيش اكثر واكثر. لكن محاكم التفتيش يعني تعتمد كمصدر انه شبه موثوق عن الكثار، لكن اكيد كتبهم اهم من ما كتبه عنه محاكم التفتيش. طيب الهيكلية الدينية كما ذكرنا، يعني هني القلة التي تعرف في الدين وتسلم لدينها وتخضع له بشكل مطلق، هني الرجال الصالحين اللي فيهم رجال ونساء. هني ما كان عندهم تمييز بين الرجال والنساء كما في الكنيسة الكاثوليكية، كانوا يعتبروا انه بالعكس، يعني نساء فين يكونوا من الرجال الصالحين وقادة حتى، وكان عندهم قادة نساء. لكن في فكرهم مثل فكر الغنوصي أن الدين فقط تعرفه قلة ولا تعرفه العامة، لكن أنت كعامة عند الرجال الصالحين أنت قادر مثلا تعيش على الدين المسيحي وتاخذ القربان المقدس، هو مش مقدس عند الكفار، وتفوت في كل هذه الطقحنك والطقوس. لكن قبل ما تموت مجرد انه يجي يصلي عليك احد الرجال الصالحين الكثار، فانت من بعدها روحك يعني ترتقي الى الجنه. اما لما يعملوا لك هالطقس، رجل الصالح لما تصير رجل صالح، يا انت تطوعا منك في حياتك او يا قبل مماتك، انت عليك انه لا تتزوج ولا تنكح، يعني هنا عندهم انه زواج ونكاح في العالم المادي هو مضيعة للوقت وسخافة، وهو بالعكس هو يحث على مشروع الشيطاني في الاستمرار في هذا العالم الذي نحن فيه والذي هو في نظرهم جهنم. غير هيك لا يأكلون اللحوم بس يأكلون الأسماك، لأنه كانوا يعتقدوا انه الأسماك تتجاوز من دون يعني اي سكشوال، ما كانوا يعرفوا مثل ما نحن نعرف، وكان المسيح يعني يوزع السمك والخبز، فهن السمك عندهم حلال لكن يحرمون أكل اللحوم، يعني مثل أكل الأبقار وغيرها، وضد تجميع الثروات والمال، يعني هن بيعتبروا العالم كله كجسر عبور إلى العالم الآخر، ف ما بيجمعوا ثروات، وبيعتبروا اللي بيجمعوا ثروات هم يعني الأبالسة والشياطين، مثل الكنائس الأرثوذكسية الفخمة والكنائس الكاثوليكية الفخمة اهتمامها في الذهب والسلطان الذهب والمظاهر، هني بيعتبروا هذا من إبليس. وعندهم قصة شعبية هي قصة ذهب تولوز موجودة بجنوب فرنسا، أنه مرة كان أهل تولوز اغتنموا غنيمة كبيرة من الذهب، فبعد ما اغتنموها حل المرض في جنوب فرنسا وقتل الكثيرين يعني، فرموا هذا الذهب في مثل بحيرة في جنوب فرنسا، وصار في مقولة انه ذهب تولوز بيجيب لك المشاكل، يعني الذهب والثراء بيجي معه المشاكل والبلاء، فهن يعني لهيك يمكن اخذوا ضجة وانتشار واسع في جنوب فرنسا، مع انه هن غير مبشرين، هذا الحلو فيهم ما بيبشروا، يعني رجل الصالح بيجي بيصلي لك بيعطيك خبز مثلا بيحكي معك وبفل، ما بيدعيك تفوت على دينه، لكن صار عندهم انتشار واسع نظرا لنفاق وكذب وتدليس الكنيسة الكاثوليكية. يعني كان الكاثوليكي وقتها يعني الخوري بيعرفوه بجنوب فرنسا وبإيطاليا انه بكون هيك مطبق له نسوان فرافير بنيكون يعني، وبقول الله بيغفر لك وهيك يعني بتضحك على بنات الضيعة وبنات الجبال، اما يشوفوا الرجل الصالح
الكاثاري بيجي لا بيطلع بالنسوان لا عينه بالمصاري، الكاثوليكي كان ياخذ منهم ضرائب وخوة، اما الكاثاري لقوه لا عايش على الطبيعة، عايش بالكهوف قريب لهم، فانتشروا بسرعة بهذه المناطق. وهذه المناطق الجبلية كما عندنا يعني بجبال لبنان وسوريا تكره الأديان المنظمة، تحب الحياة والعيش الكريم والحرية، فهني أخذوا هناك يعني ضجة. وكمان يذكر عنهم كما ذكر في الدروز أنه كل رجال الدين عندهم تعمل، يعني أنت كرجل صالح مش إن اسمك رجل دين بتقعد تتمنيك، لا عدم العمل هو من الخمول، يعني أنت بهذا أنت في جهنم فعليك يعني أن تعمل. وكانوا كلهم فلاحين ومزارعين تقريبا وراعين ورعاة أغنام، لأنه تقعد تعمل رجل دين هذا مش هذا خمول وهذا كسل وطق حنك، أنت عليك أن تعمل وتطلع رزقك لتعيش في هذا العالم الصعب، هو عالم العذاب الذي نعيشه. وهذا الطقس وهذه الدرجة موجودة كما ذكرت في الدرجة 22 عند الاسكتلندية الماسونية، لكن هي قالت الماسونية أنه هن أخذوه الصليبيين من الدروز، والدروز أخذوه من لحقت حرام في سور جماعة الملك حرام. على كل حال يعني كان شو هلا ما نحكي بالموضوع الصعب يعني والجميل هو الخلق عندهم، بس خلينا نشوف التعليقات لحظة. طيب انا اعلق عند الستريم. ايه طيب بيسأل اخونا مو ما كانش عارفين اقرا قد ما التكست صغير. اوكي سؤال جميل جدا وانا رح اجاوبه بالسلايدز اللي كاتبين. عم بيسأل طيب هن ليش يؤمنون في المسيح؟ ما هو المسيح مادي. طيب هن ضد المادية ويعتبروا الشيطان من خلق هذا العالم، فكيف يؤمنون في المسيح؟ وعلى فكرة هن لا يؤمنون في مسيح المسيحيين، عندهم روايتين شوي متناقضتين في المسيح، الأولى هلق منفوت فيها والثانية، لكن العبرة منها أنه المسيح ملاك تطوع أن ينقذ البشرية فنزل وتحجب في صورة بشرية، لكن هو ما كان مادي وبشري، صور لنا أنه يأكل وينكح ويعيش حياته كما نحن نعيشها، لكن هو كان مثل بالبوذية البودهيفاستا بينزل لينقذ العالم، يعني بينزل بجورة الخرى ليشيلنا منها يعني، لكن هو لم يكن مادي، لكن صور على أنه مادي. هذه الرواية الأولى. في رواية ثانية تعتبر أنه هلا بنحكي عنها أكثر، تعتبر أنه المسيح هو بولس لما كتب عن المسيح كان عم يكتب عن المسيح متواجد في العالم الأزلي مش في العالم المادي، يعتبروا حتى في قلة منهم متطرفة أنه المسيح المذكور في يعني بلاد فلسطين هذا كان يعني واحد عرس يعني مادي ووسخ وينكح ويعمل ويساوي، هو مسيح وليس المسيح. أما المسيح الحقيقي هو كان بالعالم الأزلي هو ملاك واحتجب في صورة بولس، يعني ظهر في الصورة الناسوتية لبولس كحجاب يعني ولم يصور لنا على عظمته، ففي هالنظريتين. حتى الله عندهم غير إله المسيحية، هو العكس يعني هم ماسكين المسيحية بالقلب. هلق نحكي كمان عن نظرتهم في الله وما هو. طيب طيب الخلق المادي انا حكيت عنه شوي هيك بسرعه، بس هو هاي معظمه يعني من كتاب اسئله يوحنا او العشاء السري، هو عشاء سري صار كما ذكرنا في الجنه. فبيقولوا الشيطان كان احد الملائكه لله، حاول يعمل انقلاب وفشل، فاسقطوا الله الى العالم المادي، يعني كان العالم المادي بس ماده، ما كان في مثلا الفور اليمنتس النار والارض والكواكب وكل هذا. وفي نوعا في بعض الكثار بيقولوا لك لا كان في الشمس والقمر او شيء هيك، بس الغالبيه بيقولوا لك انه هن الكثار كذا فرقه يعني، والغالبيه بيقولوا لك لا الخلق النجوم والنجوم بيقولوا لك هن من خلق الشيطان يعني،
الكواكب وغيرها. فخلق الشيطان الخلق المادي للبشر، وخلق بيقولوا خلق آدم وحواء، وكان يحثهم على الإنجاب، لكن هن كانوا مثل شخصيات بريئة فما بيعرفوا بالسكس وهيك. فراح الشيطان عمل حاله حية، هذا بيختلف عن فكر الغنوصي. بالفكر الغنوصي الحية هي المنقذة وليست الشيطان، الشيطان هو يهوه. أما عند الكاثار لا، يعني صاحب العدن هو يعني إله عدن هو الشيطان، وهو بنفسه عمل حاله الحية وتزوجت الحية حواء. فلما تزوج حلاء، لما نكح حواء الحية صار عندها هي الغرائزية، فمن بعدها هي حواء اللي هي جسم الطين من خلق الشيطان هي وآدم، لكن روحهم روح إلهية، روح من الله. بعدين هني صاروا يتزوجوا ويكثروا في الأعداد، فبهيك مشى مشروع الشيطان حينها. فهو الخلق المادي الذي نعيشه هو المادة هي من الشيطان، أما الإله هو مخلوق روحي يعلو عن المادة وعن الخلق المادي. هاي الفكرة نوعا ما موجودة وين؟ عند النيو غنوصية، يعني عند النيو الأفلاطونية. حتى أفلاطون بيقول لك إنه وقع شيء من العالم المثالي وهو خلق العالم المادي، وبلوتينوس بالنيو أفلاطونية بيقول لك الخلق هو فيض، يعني حادثة وليست مقصودة. فكر شوي قريب من هذه المرحلة، لكن بيعتبروا لا، بيعتبروا الشيطان هم ركبنا هذه التمثيلية كلها، وهو بأول 5 كتب في الكتاب المقدس يهوه هو الشيطان وإيل هو الشيطان. لهيك بياخذ أضاحي مثلا بالكتاب المقدس، ولهيك قال يهوه ما بيقول لك اسمه، ومعروف بالسحر الأسود وبالشعوذة، قال أنت تسيطر على الشيطان وإذا عرفت اسمه فأمرته في اسمه. لكن انت ترى بكتاب اليهود بيقول لك يهوه قد ظهر لموسى وما بعرف مين، لكن لم يظهر لهم اسمهم. حتى هني بيعتبروا موسى، يعني لما حكي على الجبل حكي مع الشيطان، وحتى قال الشيطان اعطاه خشاب لموسى الذي عمر فيهم سفينة نوح، وهني بيعتبروا نوح من الانبياء الابالسة، ونفس هذه الاخشاب صلب فيها المسيح. لكن هم بيعتبروا المسيح لم يصلب فعلا، لكن هذه فقط ظاهرة مادية عملها الشيطان يغش فيها الناس. يعني مسيحهم لم يصلب ولم يكون بعد الموت، هو لم يكون مادة حتى يموت أصلا بنظرهم. يعني فعالمنا هو جهنم كما ذكر، والارتقاء في التقمص. يعني أنت إذا بتعيش هذا العالم بتضلك تبدو القميص من قميص، يعني تبدو القميص اللحمي البشري في قميص آخر، وبتضلك في هذه اللعبة تحت أمرة الشيطان، ولحقت الشيطان من كنائس الأديان، و يعني بتعرفوا الأزهر والإسلام كلهم بيعتبرون من لحاق الأبالسة والشياطين. لكن لا ترتقي، بتصير رجل صالح، يا طوعا بحياتك بتبطل تتزوج ولا بتاكل لحمه، وبتبتعد عن الثراء وعن كل هذه الامور، وبتعيش حياه جبليه متواضعه، ويا قبل ما تموت بيعملوا لك صلاه، وهلك منقول عن صلاه، يعني طقوس قبل الممات بشكل دقيق. يعني خلينا ناخذ بريك صغير، انا تعب صوتي شوي. عم قلك لك موديان جميل جدا، حتى النصوص تبعهم اجمل من ما انا اقول عليه، يعني كان عندهم نظره شوي تسبق زمانهم. وحتى اوقات كما ذكرت يستقبلوا كثاري يردح ابو دين المسيحيه كلها، تقول لهم المسيح ابن يوسف وامه نكحت وجابته ولا مميز ولا شيء. محكمة التفتيش يخوت ويجنوا، كيف هيك عم يحكيوا هيك حكي؟ وهن كانوا يجربوا الكاثوليك يكفروهم كيف، لأنه هن بيقولوا المسيح لم يصلب ولم يقوم من الموت، هذه يعني تعتبر من ركائز الدين المسيحي، وهن كانوا ينكروها، يقولوا لك هذا كائن روحي، صور لكم على أنه صلب وهيك، مستحيل أن يصلب، هذا ملاك.
هي نوعا ما قريب من الفكر تو جيزس ثيوري، المسيحي الفكر انه في اثنين مسيحي، اثنين يسوع او اثنين مسيح موجود عند الاسلام. عند الدروز كان بيعتبروا هذا المسيح في حياته هو كان يعني من حروف الكذب، يعني من دعاة ابليس، بس لكن بيعتبروه انه فعلا قتل وفشل. لكن ظهور الثاني بيعتبروه انه هو المسيح الحقيقي الذي احتجب في سورة أليعازر، بيعتبروا الدروز أليعازر هو المسيح الحق يعني، وهذا هو المسيح الحقيقي. كمان أفكار شوي متشابهة يعني. هي منطقية، هلق حتى عندهم أشياء يا زلمة، هن بيدعوا أنهم محافظين على الطقوس المسيحية القديمة، هاي هلق طقوس قديمة، والكاثوليك إجوا جابوا الأشياء الجديدة المخصصة بالمسيحية، وطلع معهم حق في كذا شغلة يعني. هلق حسب الأكاديمية الجديدة بتلاقي أبحاث تؤكد ما قالوه في كذا موضوع، هلق ندخل في المواضيع يعني. فهني بيعتبروا أكيد المسيحية محرفة يعني من الكنائس الأوروبية، وعندهم فكر جميل. وبعد في يعني أكثر، هلا خلينا ندخل في صلاتهم يعني هيك بسرعة، مثلا نشرب شوي. سامعني لي صوتي؟ أنا يمكن نزلت حالي، أي نزلت حالي عن غير قصد. فخلينا نفوت بطقوس قبل الممات. عندهم الكونسولومنتوم والكونسوليشن، يعني هذه يا على الدخلة أنت بتفوت بيعملوا لك إياها، أو يا قبل ما تموت. بحطوا كتاب يوحنا على راسك وبيصلوا ذا لوردز براير، هو الصلاة المسيحية الأساسية. لكن الاختلاف الجذري انه ما بيقولوا اعطنا خبزنا اليومي، هاي هن اعتبروها تحريف ولا لا ما خاصه في المسيحيه. واكدت الاكاديميه يعني دراسات في الانجيل انه معهم حق، هي في الاصل اعطنا خبزنا الروحي، الاله ما بيمدك بخبز، ما هو مش فاتح فرن، اعطنا خبزنا اليومي يعني بعدون المسيحيه. هاي تحريف طلع معهم حق، وهي نوعا ما ادله انه هني معقول يكونوا هني فعلا المسيحيين المضبوطين قبل تحريف اوروبا للديانه المسيحيه. فبيصلوا لك هالصلاه، وانت من بعدها يعني بتصير رجل صالح، بتصير كاثاري او مسيحي صالح. فمن بعدها ممنوع تاكل لحمه، ممنوع تتزوج، ممنوع تعمل سكس، ممنوع جمع مصاري، كل هذه المواضيع. هلا في شيء خطير صار يصير، طقس ثاني عندهم كمان ذكرته بمخطوطة فونتش طلعت، اسمه الانديورا. يعني انت كان يجي يعني هن غالبية هالصلاة تصير بالسر، يعني شخص كاثاري عم بيموت عامل حاله كاثوليكي في العلن، عم بيموت الزلمة، فبيجوا بيعملوا له صلاة الرجل الصالح. هلق اذا صح ما بده يصير ياكل لحمه وينيك مرته، بيخرج عن المله. فكان عندهم طقس يسمى من اعدائهم انه طقس الانتحار، كان بالانديورا يجوع حاله حتى الموت. يعني انا عم بموت بجوع حالي حتى الموت حتى اضمن انه انا رح ارتقي للجنه احسن ما ابعد عن تعاليم الرجل الصالح. وبالمخطوطه حتى في صور انه عم يذبح الشخص بحاله تعذيب نفس ولطم، ويعني عم بيقص عرقه وما بعرف شو. هلا هن بيقولوا ما كان يعملوا هيك، يعني الكثار الجدد بيقولوا ما كان يصير هيك الا في حالات نادره، يكون واحد فعلا عم بيموت وعم يتعذب فبيقتلوه قتل الرحيم. وغيرهم بيقول انه الانديورا كانت تصير هيك كمان في يعني، بس اذا شخص عارف حاله راح يموت، لم تكن محبذة يعني.
لكن كان عم يصوم صوم مبرح من دون ما ياكل شيء حتى الممات، حتى ينقي نفسه من المادة. هاي فكرة الانديورا يعني. طيب، وهي هول الاساسيتين يعني، الكونسولومنتوم هي بتخليك تصير رجل صالح، طقس معين بحطوا كتاب يوحنا على راسك وبيقروا صلاه معينه، او كمان كما قلت بيقولوا اعطنا خبزنا الروحي وليس خبزنا اليومي، بيعتبروها خبزنا اليومي تحريف من الكنيسه الاوروبيه. ومن بعدها انت لتضمن حالك تصير رجل، اذا انت عم تموت لتضمن حالك تطلع على الجنه، تعمل صوم نهائي عن الاكل حتى الممات لتنقي نفسك من الماده. انه هن عندهم ما في خبز مقدس عندهم، يعني هن كانوا بتقاليد جنوب فرنسا بيعطوا خبز الكفار كانه خبز مقدس، بس بالثيولوجيا تبعهم ما في خبز مقدس، الخبز مادي، ما في قربان مقدس. هن بيصلوا على الخبز لينطفوه من ابليس، لانه هذا الخبز هو من خلق ابليس. فبندخل اكثر يعني بهالمواضيع لاحقا. طيب، ارائهم في الكنيسه المسيحيه يعني، هاي اشياء ذكرتها شوي انا بس هلق بنذكرها بشكل اوسع. كما ذكرت، كما ذكرت، الكنيسه هي كنيسه ابالسه واشرار، يوم القيامه لم يحدث، التنانين والمخلوقات والبشعه هي اذا بدكم تفصيلي او كلام رمزي لمن يقود الكنائس حاليا في زمنهم يعني بال1800 و1400. وعندهم ما في قربان مقدس، طقوس المسيحية بغالبيتها طقوس كذب، طقوس بالعكس تكرس على المادية وعلى اتباع الشيطان. ما هو قالوا ان الشيطان هو كان عم يمتحن المسيح، الشيطان قالوا يعني كل عين وقحة للمسيح، انا امير هذا العالم، انا املك هذا العالم المادي. هاي مذكورة في كتب الانجيل. فهنا عم بيقولون انتم كيف يا مسيحيين عم تعملوا كنائس فخمه وعم بتشاركوا حكم العالم مع الشيطان، وهو امير العالم هذا، عن العالم المادي بحسب كتب الانجيل. حتى المعجزات عندهم رفض للمعجزات، يعني الكثار كانوا يقولوا بس انت معقول، انت عم تصلي للشخص تشفيه معقول، اما المعجزات انه العذراء عم تمثالها عم يبكي، وهودي الخدع كان يعملوها المسيحيه، كان بيلبس ثياب ضد الحرق، بكب حاله بالنار، بخلوا له بكب الابن الوثنيه بالنار، بخلوا لك انت احترقت. هاي كانوا ضده، ويعتبروا الكنيسه تستعمل المعجزات حتى من وقتهم 1200، هذه معجزات ليكذبوا على الناس ويضحكوا على الناس. حتى كان يجي دعاة كاثوليك يعني مسلمين مش مع محاكم التفتيش، ويجربوا يخانقون، يعني يجربوا يعملوا مناظرات في جنوب فرنسا. وحتى من الكاثوليك ناس كمان متصوفين كانوا شو يعملوا حالهم انه هن اكثر متصوفين من الكثار، يعني هن اكثر بعيدين عن الماديين من الكثار، ويجربوا يواجهوا الكثار من هذه الزاويه يعني. لا وهن كانوا ضد الماديه، ما عندهم كنائس واديره على فكره الكثار. كانوا عندهم قلاع جبليه ويعيشوا في الكهوف عند في سنوات الاضطهاد، عندهم كان كهوف كبيره كبيره. في هذا النازي اللي كان يبحث في الاديان القديمه، اوتو ران اسمه، او بالالماني اوتو عن او شيء هيك، هذا الاوتو عن او ها كان فات على سلسله الكهوف تبعهم في جنوب فرنسا، قال هذه الكهوف بتساع مدن فيك تعيش بهذه الكهوف. لكن كان عندهم مشكله نقص المياه، يعني كان الكاثوليك يحصرون بالماء، هنا على رأس الجبال والكاثوليك يحصرون بالماء، فيصير عندهم عطش وشح يعني. لكن هنا الكثار أنجق عندهم كم صليب خاص فيهم، أنجق عندهم، ما عندهم لا كنائس، لا عندهم لا ثروات أو أشياء تاريخية تعود لهم، قليل جدا، قليل قليل جدا، كانوا فعلا مبتعدون عن المادي بشكل حقيقي يعني، وهي باعتراف أعدائهم يعني. طيب، وكما ذكرنا إله العهد القديم هو إله شرير، هو يهو، يعني عندهم ما بيفرقوا بين يهوه وإيل يعني، هني مع العهد القديم في كذا إله بدور الإله الخالق على فكرة، هني بيعتبروهم كلهم هذا الشيطان. وهني بيعتبروا نفسهم سلالة من تلامذة المسيح اللي حافظوا على
الديانة المسيحية الحقيقية. بيعتبروا الصلوات تبعهم هي فقط، هي الصلوات المسيحية فقط. الصلوات الأخرى والطقوس، وهي بحطوا رماد على الجبين عند الكاثوليك وغيرها، هي كلها أشياء وثنية، أشياء ليس يعني ليست موجودة في المسيحية الحقيقية. وذكرنا إنه ما بيقولوا خبزنا اليومي، بيقولوا خبزنا الروحي أو خبزنا الأساسي. وبيعتبروا في نظرية إنه هن إجوا من زورق إجت عليه مريم المجدلية وبعض تلامذة المسيح، يعني بعد ظهور المسيح الثاني حسب المسيحية الكلاسيكية صار في تبعثر للتلامذة، انتقلوا إلى بلاد أخرى ومنهم بولس. يعني هني بيعتبروا، لا هني بيعتبروا في زورق اجى على جنوب فرنسا في مريم المجدلية، هيدا اللي ذاكره دافنشي كود. بس دافنشي كود ذاكر مصادر تعادل كاثارية، مصادر كاثوليكية على فكرة مش مصادر كاثارية. فكر كاثاري عن مريم المجدلية يختلف شوي. على كل حال اجوا تلامذة للمسيح على جنوب فرنسا وهن علمون هذه العادات، وهن ضلوا عايشين على العادات المسيحية البعيدة عن الفحش والثراء والطقوس المزيفة. هلا نظرتهم في الله هذه يعني حلقة لحالها صراحة. فعندهم عندهم الله غير مادي ولا يوصف. يعني إذا بدك توصفه بدك تختزل الأوصاف، يعني تقول هو مش هيك ومش هيك ومش هيك، بس تقول كيف هو ما فيك، يعني أبعد من التخيل والتصور يعني. طيب لكن الله عنده مزوج، عنده زوجتين، لكن زوجتين روحي بالروح، يعني زوجة روحية. وهالزوجتين هني مذكورين في الكتاب المقدس بشكل عاطل، بكتاب إزيكيال بيقول لك، بيشبه منطقة سودوم وغوريا يعني مناطق التعريس والشر، بيشبهها في نسائتين شراميط. وبيكتب بالنص الإنجيلي إنه قال بيفكروا بزبورة الرجال، قالوا يلاقوا رجال زبره كبير بينزل حليب مثل حصان. هاي فعلا موجودة يعني بالكتاب الإنجيل بإزيكيا. هن عندهم غيروا الأسماء، صاروا كولام وهوليبام، لكن قصدهم هودي الأساء إليهم الإنجيل هم فعلا زوجات الله. شو هذا؟ التيس يتكلم. ليش بتعرفش تكتب يا خالد؟ الدكتورة مش عم تعلمك كيف تكتب يا خالد السيد؟ ولو خليها تعلمك، أنا مش هأحظرك يعني، خليك عم تضحكنا، بس تعلم كيف تكتب، تكتبش مثل الدكتورة ميسة تبعك يعني. ما علينا، فات معنا الخنزير خالد السيد شحات المفاتيح. على كل حال كما قلت، فهن الزوجتين، هن الامرأتين، مع انه هن بالكتاب الانجيل هم مثل رمزيتين يعني مش شخصيتين حقيقية او حقيقتين، لكن هن عند الكثار بيعتبرون هن هودي ازواج الله. والشيطان بكتاب الانجيل حاول ان يشتم زوجات الله عبر شتم أهولا وأهوليبا، ما بعرف شو. أما المسيح مش ابنه، يعني عنده زوجتين الله، لكن المسيح فعلا مش ابنه. حسب رواية كثارية إنه المسيح كان أحد الملائكة الذي تطوع أن يكون مخلص البشرية. يعني هو كان ملاك عادي، يعني المسيح بمرتبة الشيطان، ما الشيطان كان ملاك، كان المسيح ملاك عند الله من الملائكة الصالحين ما وقعوا. فهو راح المسيح، هو تطوع انه هو ينزل للبشريه بصوره تصور لهم انها ماديه لانقاذهم. هذا بفكرهم. صارت نوعا ما، صار في حروب بينهم بين الكاثوليك، لكن هن كانوا ضعفاء جدا. صمدوا بقلاع جبلية وهيك، بس ما قدروا لا يغزوا، ولا كان عندهم ثقافة السيف والحرب والهيك كيف، لكن كانوا يقاتلوا مثل أولاد ضايعة يعني، لا يحموا ضيعتهم من هذا الأسلوب. لكن ما كانوا جيش منظم يعني، حتى الكنيسة أبادتهم إبادة مطلقة. يعني هني نجحوا شوي في الهروب،
يعني اغتابوا بايطاليا ل 1400، لكن بجنوب فرنسا باخر 1200 كانوا يعني ما عاش في ولا قثاري، او يمكن ضل في عامه بس خلص العامه ابتعدوا عن هذه الديانه يعني. كانوا مسالمين، كانوا يتبعوا المسيح يعني بهذا النطاق. عندنا عم بفوت اسماء لذيذه، شركه حيوانيون للتنوير. طيب فخلينا يا شباب ماشي نطول كتير الان. حكيت في نظرتهم في المسيح في روايتين، ما راح اعيد يعني الكلام، بس وضحته يعني بردي على سؤال مو. هلا هون شوفوا، هون الضياع، هون الضياع. طيب عندهم يوحنا المعمدان بعث من الشيطان للتشويش على الرسالة المسيحية. طيب وبالأكاديمية المسيحية شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك بالأكاديمية المسيحية اللي عم تطلع هلك، إنه لا، يوحنا المعمدان كان فرقة مختلفة عن المسيح. المسيحيين بأوروبا جمعوهم مع بعض ليعملوا مثل وئام يعني، بس هن كانوا مختلفين، حتى أفكار يوحنا المعمدان غير أفكار المسيح. الغنوصية عندهم يوحنا المعمدان شيء مهم، الصائب على شوي بيعبدوه. الماسونية يوحنا المعمدان أساسي، دروس يوحنا المعمدان شيء مهم، حتى هذا مثلا الخاتم الماسوني مش راح يبين يمكن، بس في رأس يوحنا المعمدان، هو لما قتل يوحنا المعمدان وقطعوا رأسه، هذا خاتم عليه علامة الدروز لكن من تحت ماسوني يعني، في فكرة ماسوني قتل يوحنا المعمدان. طيب فعندهم يوحنا المعمدان شيء مهم، أما بس الكثار اختلافا عن الغنوصية عندهم يا إبليسي. وليش إبليسي؟ قال لأنه التعمد في المياه طقس وثني عندهم، هن صلاتهم لما يحطوا الكتاب على راسك هو تعمد في النار، مش معمودية النار تبع الجيش لا، لكن ذكر في كتاب الإنجيل إنه أسمى يعني أفضل التعمد هو التعمد في النار، والنار ترمز إلى روح القدس، فهني لما بيحطوا الكتاب على راسك عم تنزل روح القدس. هلا بنشرح شو روح القدس عندهم غير روح القدس عند المسيحية. عندهم روح القدس مجموعة أرواح، الأرواح الصالحة، وفي نصوص ثانية بتقول روح القدس عندهم هي روح المثالية، في يعني تناقض، لكن الغالبية بيقولوا هي مجموعة أرواح حية، فبتنزل روح القدس عليك فأنت تعمد في النار أو تعمد في روح القدس، وهذا أسمى التعميد. حتى في الماسونية عندك ثلاث تعميد، عندك مياه وهواء ونار، النار أرقاهم يعني، الدرجة الماسونية الأعلى هي النار، والأوطى هي الهواء، والأوطى هي الماء في الطقوس الماسونية الإسكتلندية وغيرها. فهن عندهم نفس هذا الفكر، لكن بيعتبروا إنه يعمدوك في المياه مثل ما بيعملوا المسيحية، هذا طقس وثني ولا ما خصه في المسيحية، يعني بيعتبروا هذا الطقس من يوحنا المعمدان للتشويش على المسيحية. أما التعميد الصحيح هو في روح القدس في صلاة الكونسوليشن اللي بيعملوها عند دخولك أو قبل مماتك، عند دخولك إلى الدين أو قبل مماتك، من العامة إذا كنت كثاري، من العامة قبل مماتك بتصير تدخل للدين قبل ما تموت. طيب فيوحنا المعمدان شخصية مكروهة عندهم. طيب آرائهم في مريم المجدلية يعني كما ذكرنا. طيب لا لا، ما يمكن ما ذكرت هالشيء. هي انتم بتعرفوا بالفكر الهلق منتشر حاليا انه هي نفسها العاهرة اللي انقذها المسيح من الرجم، لكن هذا تأويل من الكنيسة الكاثوليكية. قامت الكنيسة الكاثوليكية بربط بين ثلاث نساء في الإنجيل وقالت عنهم هؤلاء كلهم مريم المجدلية، وعادت الكنيسة في سنة 1600 اعتذرت وقالت هذا تأويل من عنا وليس حقيقي. وهني بالفكر الكاثاري مريم المجدلية مش شرموطة، يعني مريم المجدلية هي أحد النساء الصالحات من لحقة المسيح بالرواية الغالبة. وفي رواية تانية بتقول لك هي كانت فعلا شريكة المسيح وزوجته،
مثل ما قال دافنشي كود، مثل ما قال دافنشي كود، هذا الفكر كان موجود في جنوب فرنسا. وهن كمان لما يحكوا عن موضوع زواج المجدلية بيحكوا انه عن جنوب فرنسا بهذا الموضوع، فبيعتبروها مثقفة، وبيعتبروها حتى كانت تصرف على المسيح، مثل ما خديجة كانت تصرف على محمد، المجدلية كانت تصرف على المسيح، وكانت من أفضل تلامذته. أما الكنيسة عملتها شرموطة وكرهتها فقط لأنها مرأة، والكنيسة الكاثوليكية تكره النساء. أما عند الكاثار في عدل بين الرجال والنساء، النساء في يصيروا من المسيحيين الصالحين وقادة مثل الرجال وأكثر، حتى كان عندهم قادة نساء. لكن كما قلت، في رواية بتقول أن المسيح تبع المسيحية هو المادي، هو المسيح. بهذه الرواية المسيح فعلا بيتزوج المجدلية ويؤخذ في أهوائه، لكن هي تعتبر مرأة محترمة يعني مش شرموطة. أما بالرواية الثانية اللي بتقول لك لا، المسيح الذي بان لهم في الصورة المادية هو المسيح الحقيقي، بهذه الرواية المجدلية من النساء الصالحات. روح القدس كانت مجموعة أرواح أو الروح المثالية في عالم الأزل أو في عالم المثاليات كما عالم أفلاطون. يعني ليس روح واحدة، وليس روح القدس هو الله، مش موجودة هذه الفكرة عندهم. عندهم التالوت، لكن التالوت عندهم مختلف. عندهم الله هو بعيد عن المادة والخلق، وهو إله لا يوصف غير في اختزال الأوصاف. عنده هذا الإله، عنده المسيح هو أحد الملائكة العاديين الذي تطوع أن يكون منقذ البشرية وليس ابنه. وعندهم روح القدس هي مجموعة الأرواح الذي بقت إلى جنب الله في عالم المثاليات. يعني آرائهم في القيامة كما ذكرت، القيامة وقعت عندهم، والتنين والوحش وكل هذه الرموز هي رموز لرجال دين مسيحيين في الكنيسة. طيب، خلينا نحكي هلق في اهتمام النازية فيهم. لمحت للموضوع بس ما حكيت عنه بشكل طويل. هنشوف الأسئلة إذا في حدا. إيه، كانوا يعني يرفضون معمودية المياه، لكن يقولوا للعام تبعهم اتعمدوا بالمي وكلوا قربانة وعملوا حالكم مثل الكاثوليك. معلش، قبل ما تموتوا بنيجي بنصلي عليكم وبتدخلوا، يعني بتدخلوا عالم الجنة. فهيك يعني كان عندهم تقية استتار في المألوف مثل المنظمات الثانية. طيب، لا حرين تقاطعوني شباب، وانا هلا بحط اللينك ناخذ مداخلات كمان. طيب، اهتمام النازية فيهم كان في اوتو ران، بالالماني اسمه اوتو عن او شيء، ما بعرفش احكي الماني يعني يعذرونا نصتي والالمان. وفي هيملر، هيملر كان عم يبحث عن بالاديان القديمه، او على فكره عم يبحث هنا يصور انه كان عم يبحث ليقول انه الاريانز، العرق الاري هو الافضل. لكن اذا انت بتتمعن شوي بقراءاته بتلاقي انه كان عم يبحث انه لقى في تشابه في السيمبلز بالكهوفه في المانيا مع الموجوده في التبت مع الموجوده في مناطق ثانيه. فكان عنده عنصريه، كان عم يقول انه العرق الالماني هو الافضل، لكن هو اتضح له انه كل الاديان والاعراق مرتبطه. هذا نقيض ما كان يبحث عنه. فكان عنده اهتمام هكذا. اوتوران كان وكل من هيملر ليبحث عن شو؟ عن الهولي جريل، الكأس الذهبي الذي في المسيحية الكلاسيكية يقال أن المسيح شرب منها في العشاء السري أو العشاء الأخير. ف نظرية أوتوران كانت أنه هذا الهولي جريل هو كان محمي من الكاثار في أحد جبالهم في البيرانيز، محمي بقلعة للكاثار، القلعة الأخيرة كانت للكاثار. وكان أوتوران كان عم يربط الكأس الذهبي بالصوف الذهبي الموجود بالديانة اليونانية، بالفكر اليوناني. لم يجده يعني، لكن قال إنه الكاثار هن كانوا عم يحموه، وربط بين الكاثار والعلق الآري الألماني، الفكر النازي. يعني قال الكاثار هم كانوا عم يمارسوا الديانة القديمة للألمان قبل أن تأتي لنا المسيحة. اللي هن النازيين كان عندهم علاقات جيدة شوي مع الكاثوليك، لكن كان بأفكار هيملر إنه المسيحية هو ديانة ضعيفة
يعني عندها كثير سلام وتهذيب وما بعرف شو، وديانة فيها تأثير يهودي ونحن أعداء النازية هم اليهود، فكيف فهكذا ديانة أن تكون ديانة الدولة؟ هذا شيء مضر لنا. فكان يبدو هيملر عم يجرب يخلق ديانة جديدة، فعم يبحثوا عن جذور الديانة الوثنية أو جذور الديانات الوثنية في ألمانيا حتى يعملوا هالديانة الجديدة اللي بتستحضر فيشنو. وكان حتى هيملر عنده رحلة ليروح على تبت، يروح يشوف تبت. وليش يشوف تبت؟ حتى راحوا يشوفوا تبت وسرقوا لهم كل وجههم وراسهم للتبتية وقديش اجايهم كبار وما بعرف شو، ليربطوهم بالعرق الآري، بس الأهم ليعملوا ديانة جديدة تقضي على المسيحية وتكون هي ديانة الدولة النازية. نعم. يا نعم. ف أوتوران كان يفكر الكثار هن حاملين جذور ديانة قديمة فيها ثنائية الخير والشر وفيها أفكار كما قلت قريبة من البوغوميل والغنوصية وغيرها. فكان يعتقد أن السر هناك. هو أوتوران كان مثل إنديانا جونز، كان يبحث عن الكنوز القديمة والآثار وغيرها يعني. فكان في اهتمام للنازية بالكثار، لكن الكثار نفسهم ما كانوا يعني عنصريين، بالعكس كانوا يتعنصر ضدهم مثل البوغوميل يعني. أهل بلغاريا حتى كلمة بلغاري كانت إساءة، يعني البلغاري المزعج، هاي معناتها يعني كان. فلكن هن ناس كان عندهم نوعا ما حدية ضد المسيحية الكنائسية في المدن، كانوا يعتبرونها يعني أضلت الطريق وبالعكس تعبد الشيطان نفسه وتقول أنه هو الله. بالفكر الكاثاري الله ما بيقول لك لا تعبدوا غيري ولا إله إلا أنا، يعني هذا فكر بيعتبروه فكر الشيطان عم بيتحارب على عالم المادة ليجيب عبيد له. بيقول لك الإسلام لا إله إلا الله ونحن عبيد الله، هذا هني بيعتبروه فكر شيطاني. هذا الشيطان عم يجرب يتمسكن ويعمل حلو هو الله حتى شو يعمل؟ حتى يسيطر على هذا العالم ويصير له عبيد ولحقه. اما الههم هو بالتحرر من الماده، بتدخل انت في عالم ما عندك هذا الجسد، ما عندك مثلا جنه ما فيها مثل جنه الاسلام ما فيها خمر وبنات ونسوان وفواكه، ما فيها، هي جنه روحيه ابعد من تصويرها. وهذه المادة التي أنت تعيشها وتتوهم فيها هي من مخيلات الشيطان. صح، هيملر كان رئيس المخابرات وكان عنده اهتمام في الأوكلت، في الشعوذة وفي الأديان القديمة وغيرها. طيب ما يعني أنا عندي بس الخلاصة، أعتقد قلتها يعني عشان نطول، وصلنا ساعة. الخلاصة هي أن الحياة جسر، حياتنا هذه جسر عبور مش مهمة، فالنكاح والزواج فيها والثراء كله حطام دنيا، هو ليس مهم للكثاري. والمسيحية جعلت الشيطان حاكم العالم، قالت عنه أمير هذا العالم، وغوى المسيح بهذه الفكرة الشيطان نفسه في كتاب الإنجيل. لكن نرى المسيحية تحكم العالم بالفاتيكان وغيره، ونراها يعني كل همها في الثراء والذهب والمصاري وغيرها. فهذا التناقض، فهن كانوا يعتبرونها من كنيسة إبليس، كنيسة الشريرة. فهذا اللي كان عندي، طولت عليكم شوي بس موضوع شوي عميق وتعمقت بمعظم الزوايا تقريبا للموضوع. راح أحط المشاركات يعني، إذا حدا بده يشارك حر، إذا حدا مش يشارك، إذا بتسألوا أسئلة من الشات حرين كمان. هنشرح هذه. وصراحة مو يعني برامج بالعربي ما في أي تعمق لهذه الدرجة فيهم، ما في محاضرة ساعة فيهم. وبالإنجليزي في كتير كذب، في خلط يعني. حضرت وحدة بالإنجليزي خالطة بين في السيثيان جنوستكس، هني يعني فرقة غنوصية تتبع النبي شيث يعني بمختصر، بيعتبروا إنه صوفيا، وهي صوفيا بالغنوصية هي تعكس الله، لكن آخر درجة بتعكس الله اللي وقعت في عالم المادة وخلقته، وهي تسمى صوفيا بالحكمة يعني، أو تسمى عن طوائف غنوصية تاني ببربلو.
وما بقى له أول ظهور لله، أول تجلي أو أول احتجاب لله. فبيعتبروا في فرقة غنوصية، هنا فرقة النبي الشيط، بيعتبروا أنه صوفيا ظهرت في مريم المجدلية. يعني مريم المجدلية عندهم أهم من يسوع، كيف يعني؟ مريم المجدلية ظهور لله، أما يسوع بغنوصية يعني المخلص، أحد أنبيائه. ففي البعض بيخلطها بالفكر الكاثاري، بس ما هو الكاثار ما بيقولوا هيك، ما بيقولوا عن مريم المجدلية ظهور صوفيا. بالعكس، عندهم صوفيا هي أشبه بالشيطان الذي وقع من عالم الروحانيات أو عالم المثاليات إلى عالمنا وخلقه، أو خلق فيه الفصول الأربعة والشمس والقمر والمادة وكل هذا. شكرا حبيبي ريو. طيب ما بعرف، يعني أنا في نهاية الحلقة حطيت رابط المشاركة، إذا حد بحب يسأله فيه يسأله بالشات. يعني هلق كمان فتحنا مواضيع ما فتنا فيها كتير. موضوع البوغاميل ببلغاريا كمان عندهم اختلافات مع الكاثار. البوغاميل حتى ما عنده طبقتين. الكاثار كما قلنا عندهم طبقة العام السامعين، عندهم طبقة رجال الصالحين. البوغاميل لا، عندهم السامعين العامة، وعندهم المؤمنين، وعندهم الكهنة، 3 طبقات يعني بيختلفوا شوي. أما البوليكنز أو البلكانيون اسمه بالعربي، عندهم يعني ما عندهم، ما بعرف الطبقية تبعهم، ما تعمقت فيها، ومش معروف عنهم كثير أشياء. يعني معروف عنهم كانوا بأرمينيا يعني أرمن، ولكن عندهم فكرة إنه الشيطان و هنا على فكرة البلكانيون حاربوا مع الإسلام ضد الحملات الصليبية في أرمينيا. عندهم فكرة أن الشيطان والمسيح أخوة، لكن المسيح الخير الأكبر والشيطان هو الخير الأصغر الغير صالح. كمان عندهم أن الشيطان خلق العالم، يعني فكرة قريبة نوعا ما. وبتمد جذورهم، كانوا هني يتهموا أنهم مثاليين، والمثاليين كمان موجودين بسوريا وأرمينيا، حتى الكاثار واصلين لسوريا. كاثار في آثار كاثارية في سوريا على فكرة، يعني كان في حملات صليبية يجي منها كاثار وحراس معبد، وعندهم كان تواصل مع الدروز والنصيرية. نحكي نحن يعني ديانة الدرزية يعني بال1100، هنا بال1200، ال1200 صار في حملات صليبية وغيرها، وقبل ال1200 كمان. أو كان في هذه الفرق اللي عندها أفكار خارجة عن المسيحية، وحبت الفرق السرية في الشرق الأوسط، لأنه كمان كانت سرية وعندها أفكار خاصة تجاه الإسلام. فالموساليون كانوا يعتقدوا انه انت بتخلق فيك شيطان، وهيك لازم تتعمق بديانتهم اكثر. بس انت بتخلق اوريدي معك الشيطان، مش معك ذنب ادم وحواء، لا، ما في شيطان في داخلك، في شيء شرير في داخلك. وهني بعد ما يطوبوك يعني يعمل لك الصلاه تبعهم، هي كمان حتى البوليكنز عندهم صلاه قريبه من الكونسوليشن، بحطوا كتاب يوحنا على راسه بيصلوا عليك. المصليون عندهم صلاتهم، ولما يعملوا لك صلاتهم انت بيطلع الشيطان منك وبتشوف الثالوث وبتتغير، يعني تخلق من جديد. ولم يعد موجود هناك مصليون، حتى ما عندهم كتب، ما عندهم كتب واثار المصليون. والبلكانيون ما عندهم كتب ابدا. البوغاميل عندهم كتاب العشاء السري او اسئله يوحنا، غير هيك مذكورين من الاعداء يعني الكاثوليك. والكاثار كما ذكرت بيعتمدوا على كتاب العشاء السري تبع بوغوميل، بيعتبروا على كتاب الغنوصي رؤية إشعياء، وعندهم كتاب فلسفي كتاب المبدئين، وعندهم مخطوطات عم تطلع منهم، مخطوطة لقناها عن الإنديورا والعذاب الجسدي وغيرها. فيها جوانب تاريخية كثيرة. الدوكيومنتريز اللي بيحكوا عن الموضوع شو بيعملوا؟ بصير يحكوا عن الاضطهاد، وبيحكوك هذا قتل هاي وهي هجم على هاي وحصرون للكثار هون، صار يعني هيك بيصيروا بامور تاريخيه واسماء. انا ما فت بهالامور التاريخيه، يعني حكيت بشكل يعني هيك عام عن شو صار فيهم من اضطهاد واباده تامه. لنحكي اكثر بالفلسفه والثيولوجيا تبعهم بتهمنا، وهي فلسفه التواضع يعني، والابتعاد عن حطام هذه الدنيا.
اللي هو اذا انت بتقرا كتاب الانجيل بتفهم هيك من المسيح، يعني مع انه المسيح كان متناقض، كان يقعد ياكل عند الاغنياء وكان ما يشتغل، كان يعني كان يشتغل ببداياته كما يقولوا نجار، بس لما صار ينشر الدعوه بطل يشتغل. اما هذا يعتبر بالماسونيه وعند الدروز وعند الكفار خمور، كان لازم يضلوا يتواصل بشغله، انه بشغلك بتنظف نفسك، انت محكوم عليك في الشغل. انت الله لما نزلك من جنة عدن قال لك بدك تشتغل وبدك تتعب وبدك تاكل خبزك بتعب ايدك، يعني مع انه وقتها ما كانش في خبز يعني. اما عند الاي سي دي كان في خبز، كان اكل قمح ادم، بس عند المسيحيه فيش خبز كان وقت، يعني بتاكل خبزك بايدك شو معناتها؟ رجعوا المسيحيه فسروها انه لا، يعني مش معناتها خبز، معناتها المانا، طاقه روحيه او اكل روحي او بعرف شو. لكن فعلا هي طلعت خبزك اليومي مش خبز يومي، طلعت خبز روحي بصلاتهم، وبعضهم بيعدوها بشكل خاطئ، اما الكفار كانوا جايبينها صح مثلا. طيب يا شباب، قعدناكم معنا، معلش اذا اليوم رح نعمل حوار مفتوح، مستي كانه مش موجود. اشكر الحضور الكريم، هنبلش من اخونا سوري ابو العز، من كايتس، من الاستاذ مو، من بيك سموك، من صديق ريو، من كرم الفات كتب تعليق، من مونلايت حبيبنا، ومن الجميع، من خالد السيد كمان، خالد السيد كلب ميسا كمان عم بيحضرنا منيح يعني. هلك عامل حلقة ميسا تابعوها، يعني انا عم بنصحكم تابعوها، عم بتفرق بين الشواذ والمثليين، انه هو غير بعض يعني، وعم تحكي انه هي يعني انه هي خبيره بالسيكولوجي وحده تلاميذ يعني. طيب يا شباب، ماشي، نطول عليكم، كان ساعه وانبسطت فيكم، وخلينا نشيل هذا الخرا، نعمل شو بنعمل، نعمل دستور من خاطره لإله الكثارية. وهيك في معلومات اكثر عن الكثار وهيك، بس خاصه مثلا انه هل استمروا الكثار بعد ال 1400، وفي نظريات انه لا، انه فعلا استمروا، انه كان في مجموعات بال 1500 بينوا انه كثار من خلال رسماته، يعني فنانين حطوا افكار كثاريه في رسماتهم، لكن وفي هلق فرقه جديده اسمها، عندهم صفحه على اليوتيوب اسمه ذا كاثارز، هن نيو كاثوليكية، يعني هن بيعتبروا عم بيجددوا الديانة الكاثوليكية وعم بيرجعوا يحيوها يعني، لكن عندهم تقية شوي، بس بيلعبوا شوي على السيمانتكس، يعني بيقول لك لا، نحن ما عندناش إله شر وإله خير، عندنا إله خير وعندنا الشيطان، والشيطان ليس إله أو شيء، هو أحد الملائكة، يعني هيك لعب على التعابير يعني ما. لكن بيقولوا إنه عدم الزواج ما أحسن تكون أنت يعني فيرجن، ما يعني ما تتزوج ولا تمارس الجنس، هذا شيء روحي بيعطيك قوة روحية، هيك عندهم يعني أفكار، يعني مش معروف إذا كانت فعلا كثرية، لكن مستوحاة من الديانة الكثرية. فهيك يعني هذا بالنهاية، وأشكر الجميع اللي بيتابعونا، وعندي حلقة الجاي راح تكون عن تاريخ الحشيشي والأفيون في الديانات، القصص الدينية يعني، في السيثيانز، هني بالعربي اسمهم أعتقد السيثانيون أو شيء هيك، هني كانوا ببلاد الفرس والهند، كانوا هني ووكينج شامانز، يعني كانوا رجال دين ويحششوا ويمشوا، وعندهم ديانتهم عن الأرواح أكثر ما هي عن الإله الواحد يعني، كانوا مقاتلين شجعان يعني، هني أول من بلغ القوة والتفنن في ركوب الخيل، فعندهم طقوس خاصة بالحشيش، وهناك البعض من يربط هذه الطقوس بطقوس اليهودية، موسى كان يلتقي بالخيمة مع الله، لما ينزل الله يصير في طايطه بالخيم، مش كان عم يحششه هو الله ما بعرف، وعن استعمال الدعاة المسيحيين لمواد مخدره، يعني بكتب الغنوصيه بيقولوا لك كانوا عندهم زيوت خاصه واشياء يحفوها على الناس لتشفى، مش كان يحط ايده عليه وتشفى، يعني في تعقيد اكثر لهذا الموضوع. هاي بالحلقه القادمه نحكي عنه، وما نحكي كمان عن زرادشتي، ما زرادشتي زرادشت طلع شاف سماوات السبعة، كمان شرب شغلة بقوله،
هل محمد شرب نفس الشيء لما عمل اعراج ومعراج؟ كل هذه المواضيع نحكيها بالحلقه القادمه بعد جمعه، عن دور الحشيشي والافيوني في القصص الدينيه. طيب نحيي الفت معنا خالد. ايه صار، راح يصير في حلقات عن البوذية والهندوسية. على فكرة الهندوسية مش اسمه الهندوسية، هن يسموه على اسم النهر، يعني بريطانيا انه هندوس بس نهر الهند، بس هن يعني بيسموا حالهم اسماء تانية. و كتبهم كتب الهندوسية والبوذية، بس الهندوسية معقدة جدا جدا وفيها فلسفة، فيها محتوى بس فيها تناقض، يعني تقرأ كتاب تفهم منه شيء، تقرأ كتاب تفهم منه شيء آخر. بس فينا نبلش على الخفيف، يعني فينا نبلش مثلا بالبوذية التبتية، والناس ما بيعرفوا عن البوذية إنه عندهم أديان سرية البوذية. يعني يجي مثلا واحد اوروبي بيتعلم بوذيه، كذا مره يضحك عليه، يصير يضحكوا من بعض، هذا مش عن كله عن اسرارنا. هي موجود عند اكيد البوذيه طوائف عديده، ولا تعتبر دين تعتبر فلسفه، لكن عندها كمان تنظيم ديني واسرار دينيه. وفينا نبلش مثلا بالبوذيه التبتيه، انه عندهم كمان اسياد خمس مثل الدروز، هن البوذا الخمس يعني، وكل واحد من أركان الكون، يعني واحد كلمة، واحد سبب، واحد تالي، وعندهم الحالي يعني أو الوقت الحاضر كمان هو من ركن الكون، فبنحكي فيهم. وعن الهندوس ما بعرف، يعني فينا نبلش عن الهندوس فينا نبلش بالفكر الهندوسي الجديد اللي هو شوي فكر ريفيجنست، يعني فكر مشرقي، يعني بيقول لك لا الهندوس ما عنده تعدد إلها، في بس براهما وهذيك الآلهة بس رموز يعني لإلنا كهندوس. ففي بعض الهندوس عم يجربوا يعملوا من الهندوسية يعني ديانة توحيدية، ديانة حول البراهما، والآلهة الباقيين هم رموز أو ميتافورز أو عبارات أو ما بعرف شو بتقول أو خرافات. وفي فكر هندوسي مثل التالوت، بيقول لك في تالوت مثل التالوت الأيزيدية، يعني كريشنا الخالق، الطفل الخالق، شيفا إله المدمرة، وفي براهما. ففينا ندخل بهذا الموضوع بس بشكل بسيط في الثيولوجيا الهندوسية لأنه عميقة جدا. أو كمان في موضوع كنت أحكي فيه عن الهندوسية والبوذية، عندهم كمان مهدي، هل لفتني عندهم مهدي اسمه بلكي، بيظهر من جبال أفغانستان، ما إذا يمكن يظهر هلأ، خلق حركة طالبان مش فايعة، يمكن هلأ يظهر بلكي ويجي لهم. بس عندهم فعلا عندهم مهدي بيظهر من مدينة اسمها بالق أو شيء بأفغانستان، وفكر المهدوية موجود عندهم، وهذا الإله كمان بيجي بيدبح ناس على خيل أبيض وما بعرف شو. فبنحكي بهذا الفكر. وكمان في حلقة فينا نعملها مهمة عن مهد الأزليين في تبت، لو تزو حكي عنها إنه بتبت بين الجبال في دنيا هي في عالمنا يعني، لكن محتجبة عنا، انت بتمر فيها ما بتشوفها. بهذه الدنيا اللي هي اسمها بالبوذية شامبهالا يوجد الأسياد الأزليين. ترى هذا الفكر أيضا عند مين؟ عند الدروز، بيقولوا أسيادنا في الصين، الصين الجوانية. ترى هذا الفكر عند مين؟ عند الغنوصيين، بيقول لك المسيح كنت في مهدي بارابلو الخالدة. فهذا جمع بيناتهم، حكي عن المهدوية، يعني عن المهدي وعن أرض الأزليين المحتجبة في جبال التبت أو في جبال الهيمالايا، جبال المشرق، كمان موضوع جميل فبنحكي عنه. شكرا للاقتراح، بس كمان يمكن الحلقة بعد أسبوعين نعملها عن أحد هذه المواضيع. ما هنا البوذية قريبة للهندوسية، هي متشقين من بعض، يعتبروا الهندوسية ديانة أقدم من الهندوس، عندهم تنتون المهدي، بس إيه هو المهدي الهندوسي صح. ايه عندهم فكرة المخلص وفكرة قريبة للقيامة موجودة عندهم أيضا.
مو عم بيقول انه خالد الحمداوي هو احمد ملحد، احمد ملحد مرحب فيه بالقناه اساسا مش مطرود، وفي يطلع يشارك يعني مش مضطر يفوت باسم غير اسمه، بس هو اعتقد هالفتره غايب ما عم شوف. صح كايتس، صح اصلها من الهندوس يعني موجودة يعني عند اليهودية، بس اليهودية يعني هن بيعتقوا حالهم بالسنين وبالعمر، بس لا مش الهندوس أعتق، اليهود كذابين يعني قصصهم كل أنبيائهم تقريبا كذب، لا موسى كان في مصر ولا إبراهيم كان موجود، حتى فضيحة اليهودية الكبيرة هي قصة العجل، هي قصة العجل الذهبي، العجل الذهبي مش مثل ما بيقول الإسلام انه طلع موسى على الجبل رجع لقاهم بيعبدوا العجل الذهبي كذا، هني قبل موسى حتى ايام سليمان رمز يهوه كان العجل بالمملكه الاسرائيليه الشماليه Northern Israelite Kingdom، اما بالSouthern Israelite Kingdom ما كان يعتمدوا العجل، لما اختلفوا بين بعض اتهموا الجنوبيين الشماليين انتم عباد عجل، ما خاصة بقصة موسى أبدا يعني. يعني مو يعني العجل كان فعلا رمز ليهوه، ويهوه مش إله كنعاني، من وين جاي يهوه؟ من مديان العربية، وإله له قرنين هيك يعني إله معزية كانوا يعبدوا العرب. كمان موضوع طويل. طيب يا شباب بنحيي الجميع، وكان مشاهدات اليوم عالية وأسئلة جميلة ورواق يعني، فكما قلت في حلقات ثقافية قادمة بمجالس الحكمة بنرجع نلتقي يمكن مرة مرتين بعد بهالشهر، أنا شهر الجاي شوي مشغول رح أكون، وفي حلقات سياسية رح تجي، بدي أعمل حلقة عن وضع لبنان وفشل الثورة في لبنان، كل الكذب اللي عم بيصير، وفي حلقة رح نعملها بعد ما يوصل بخير صديقنا فهد عزوز على ألمانيا يمكن شهر الجاي، كمان حكى معي اليوم ثمر فيها، هي عن رجال العظماء بس ما نحكي عن رجال السياسة، أنه في رجال سياسي يعظمون مثل صدام حسين ومثل حافظ الأسد ومثل جمال باشا، جمال ناصر يعني شو اسمه؟ عبد الناصر، لكن نسيت اسم جمال عبد الناصر يا زلمه على التعب، و كمان جنبلاط و انطونس عادي، مين بعدك بعد ياسر عرفات، كل هالشخصيات ما نحكي عنها ونشوف اذا هي فعلا عظيمه او لا. او ايماني جيت متاخر، خرينا على المسيحيه وحكينا بالكثار بس شوال الكفار ورفعنا السيف وعلنا الحرب على الكنيسة الأرثوذكسية، هلا في بديش أحكي بموضوع باسل، بس لا أعتقد هو كان ضد صدام عند دخول الأمريكان، وقف مع الأمريكان ضد صدام. طيب يا جماعة، إذا إيمانويل إذا جيت متأخر مش هتعرف عن شو حكينا بالحلقة، يعني مش رح أخده، ما راح صوتي وتعبت صار لي ساعة ونص يا زلمة. يا ريت إيمانويل ترجع تحضر الحلقة، وإذا عندك شيء نحكيه، يعني نحن الكفار يعني مسالمين مع إنه أنتم الأرثوذكس أعدائنا، بس أنا لبست هيدي. طيب طيب بشكر الجميع اللي اجينا متأخر واللي اجينا بكير، وبنرجع بنشوفكم في وقت ثاني.